قاضي، لما جيت رأست النادي وجلست مع اللاعبين، انت جلست مع الكل، لكن لما جلست مع اللاعبين تحديدا، هل سمعت من اللاعبين مطالب غير المطالب المالية؟ يعني هل اللاعبين لما جلسوا معك قالوا لنا احنا غير الامور المالية عندنا كمان مشاكل كذا وكذا وكذا ادارية؟ والله شوف، انا ما احب اتطرق لي ولا احب افصل، يعني ادارات النصر كلها يعني كلها الاحترام والتقدير. الامير فيصل بما انه كان الرئيس اللي قبل ما انا اجي، انا اشكره على ما قدم، على عمل، عنده نجاحات وعنده اخفاقات، عنده اشياء صح واشياء خطا، ما في احد كامل. بكل تاكيد انه كان في اخطاء واضحه، وساعتنا قاعد اسعى والان نسعى كاداره جديده ايضا لتعديلها. ما في احد يخطئ بالعمد، ولكن احيانا واحد يخطئ من يعني الاجتهاد الخاطئ خلينا نسميه. فبالتالي انا ما راح ادخل في تفاصيل دقيقه بنقاشات دارت بيني وبين اللاعبين، هذه تبقى بيني وبينهم، لكن صحيح. عندهم مطالبات ماديه وعندهم مطالبات اخرى. الان اللاعبين هم يعرفوا انه فيه طريقه وفلسفه جديده في العمل تختلف تماما عن السابق. يمكن بعض الناس ينظر لها خطا، بس في الاخير هي فلسفه تماما تختلف، فيها احترافيه عاليه جدا، فيها لوائح، في انظمه، في عقود. العلاقه الشخصيه برا النادي وحتى برا النادي برضه فيها حدود. في حدود، نعم صحيح. يعني هذا الشكل العام. نعم، تفضل ابو عنان. نعم.